السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة، بحلقة جديدة من حصاد الأيام وأبرز الملفات اللي نتابعها. حياكم الله. لا يزال الحشد الشعبي واصل حمايته أو حملته الإغاثية ومساعدته العاجلة لضحايا زلزال سوريا وتركيا، شحنات كاملة وفرق هندسية وخدمية متخصصة سيرها الحشد إلى المدن المتضررة، شواهد عديدة ومعطيات التفاعل الإيجابي حاضرة، ملف لم تحضر فيه أي من الهويات الثانوية واقتصر بالرأفة الإنسانية على العكس من معسكر الشيطان الذي تعامل بازدواجية فاضحة يصدر نفسه على أنه يقف مع الجميع ومستعد لمد يد العون، لكن ما سجله التاريخ هو خير دليل وإثبات فئة تخطت إنسانيتها الحدود الجغرافية وسيكتبها التاريخ بحروف من ذهب وأخرى غيب ضميرها وراح يبقى الخزي والعار يلاحقها. أما في ملفنا الثاني مشاهدي الأحبة لحصاد هاي الليلة، الكثير من الملفات المهمة المهملة في الحكومات السابقة توعدت بها حكومة الخدمات الحالية بمنهاجها الوزاري بعد بداية مشوارها الحكومي. الفساد المتفشي في كل مفاصل الدولة بصنفيه المالي والإداري كان من أبرز الأولويات وفي مقدمتها كذلك قطع الأذرع التي تدعم انتشاره بعد مرور 100 يوم تضع بصمتها بهذا الجانب اللي كان من المرجح أن يعرقل الكثير من المسارات يرى المراقبون جدية تنفيذها من حيث استرداد الكثير من الأموال المسروقة وكذلك وضع الخطط الرصينة للحد من تهريب مقدرات الدولة من الأموال ليحرك القلم الأحمر لطرد المتورطين بالسرقات خارج العملية السياسية حفاظا من انتشار غدة الفساد السرطانية ونخر جسد الدولة. هاي ملفات مشاهدي الأحبة راح نتابعها في حصادنا لهذه الليلة، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. منذ الكارثة وحتى اللحظة تستمر هيئة الحشد الشعبي في تقديم خدمة الإغاثة الإنسانية لضحايا الزلزال بخدمات متنوعة تحاول التخفيف من شدة المصاب اللي حل بهاي الأسر، على العكس من ذلك تماما من التصرفات اللي توسع في الجراحات. نفتح هذا الملف مشاهدي الأحبة مع ضيوفنا، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي أعده لنا الزميل علي حبيب. أغربي من هنا واذهبي إلى تركيا، هي الجملة التي سمعتها إيمان الخطيب النائبة العربية المنضوية في القائمة العربية الموحدة في الكنيسة الإسرائيلية بعد تقديمها التعزية لضحايا زلزال سوريا وتركيا. صيحات استهجان علت ومطالبات بإنزالها عن المنصة، وبعد إصرار منها على إكمال كلمتها رغم شدة الجدال بينها وبين نواب من حزب الليكود والصهيونية الدينية، سمح لها رئيس الجلسة بإكمال الحديث دون ذكر شعوب البلدين واصفا إياهم بالأعداء، لتطلب منه الخطيب الكف عن الدعاء الإنسانية. لا أستطيع إلا أن أرسل بأصدق التعازي لأهلنا في سوريا وتركيا في المصاب الجلل، سائلين المولى الرحمة للأموات والشفاء للمصابين. ومقابل الصورة المذكورة أنفا قدم الحشد صورة مغايرة مليئة بمعاني الإنسانية، فلا يزال الجسر الجوي والقوافل البرية بين العراق وسوريا متواصلة في تقديم المساعدات الإغاثية، فرق طوارئ هندسية وطبية وتقييم الأوضاع ومئات الأطنان من المواد الغذائية ومستلزمات الإيواء والسكن المؤقت. وما زالت هذه غرفة العمليات تعمل ليل مع نهار في سبيل دعم بكل الإمكانيات التي تتاح من مواد طبية ومواد لوجستية وإغاثية وما إلى ذلك في سبيل رفع المعاناة عن هؤلاء العوائل التي تضررت. نداءنا لجميع عوائلنا وأخواننا والمتضررين في الجمهورية التركية والجمهورية السورية بأن أخوان الشعب العراقي لن ينسى جيرانه، وهذه هي سجية وطبع الشعب العراقي بإغاثة الملهوفين أيا كانوا. وبين موقفين متباعدين
الأول ادعاء الكيان الصهيوني جاهزيته لإغاثة المتضررين جراء الزلزال، معتمدا على نظريات تحسين صورته وكسب الرأي العام، غير أن أفعاله تعبر عن حقيقته العنصرية المطلقة. وموقفا آخر، أثبتت كل وقائع الميدان عن استجابته الطارئة وأن يأخذ التضامن منحاه الطبيعي، فشتان بين الموقفين وحسبكم هذا التفاوت، وكل إناء بالذي فيه ينضح. علي حبيب، الأيام الفضائية. حياكم الله مجددا مشاهدي الأحبة، أرحب بضيفي الكريم الأستاذ صباح زنقنة رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين. أهلا بك أستاذ صباح ضيفا كريما. نتحدث عن المواقف الإنسانية وقبالتها مواقف لا تمت للإنسانية بصلة. الكنيسة الإسرائيلي لما تقف عضوة الكنيسة وتقدم فقط التعزية ليست المساعدات ولا تقترح المواساة وإمداد يد العون، فقط التعزية لضحايا زلزال تركيا وسوريا، يقف بوجه أعضاء الكنيسة ويعترضون بأنه شنو دخلنا بهذول البشر. طيب هذه المواقف يجب أن نضع تحتها العديد من الخطوط حتى نناقشها. أستاذ صباح، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك أستاذ أحمد وإلى جمهوركم الكريم وإلى كل كادر قناة الأيام. يعني لا شك أنه الحديث الوارد بأن الذي يقول الحمد لله الذي جعل أعداءنا من الحمقى، هو اليوم انطبق كليا على الكيان الصهيوني الذي تعامل بتجبر وتعامل بجبروت أزاء القضايا الإنسانية. ونحن نعلم أن في كل الأمور، حتى لو كان عدوي مشرفا على الهلاك وقد أسر تحت يدي علي أن أرفق به، وكذلك حتى لو كان عدوي في مكان آخر وأجده في وضع الإنسانين يعني مؤلم كزلزال أو في حالة غرق أو في حالة، علي أن أبادر إلى أنقاذه حتى أبرز له بأن هناك أخلاق الخصومة، وأن هناك أن يكون فارسا ليس أن ينتظر انتقام من بعض الأمور الطبيعية، بل إذا أريد أن أفكر أن أنتقم سأنتقم منك، ولكن أخلاق الفرسان تأبى أنه أترك عدوي لوحدي. اليوم الكيان الصهيوني أثبت للعالم أجمع بأن هذا الكيان هو كشف نفسه بنفسه، بدون أن نحن نقول بأنهم هم يمنعون وهم لا يريدون الخير لتركيا، يعني هم يكرهون المسلمين في تركيا ويكرهون المسلمين في العراق، وكذلك بعض الأديان الأخرى التي تتعارض مع مفهوم الدولة الصهيونية أو الكيان الصهيوني. الحمد لله أنهم نطقوا عندما تريد امرأة وتريد أن تبلغ العزاء إلى ذوي الضحايا وإلى المفقودين وإلى الجرحى وإلى المتوفين في زلزال تركيا وسوريا، يجابهون بهذه تجابه بهذه الوحشية وبهذه الكيفية التي أزالت أقنعة الكيان الصهيوني وإسرائيل من الوجود، وعرفتهم للعالم وعرتهم أمام العالم بأن مثل هكذا سلوكيات هذه هي إسرائيل التي تفكرون بالتطبيع معها أو تفكرون بأن تضعوا يدكم بأيديها. اليوم كشف الله مثل ما كانوا مكشوفين، كشفهم الله أكثر بأن هؤلاء حتى مع الأمور الإنسانية لا يتعاملون بإخلاقيات الفرسان، بل أنهم ينظرون إلى الآخر عدو حتى لو كان في أضيق البواقف وفي أصعب الأمور. في هذه الجزئية أستاذ صباح، وبلغة الشعارات كان الكيان الإسرائيلي أول المنادين بمساعدة ضحايا الزلزال، غير أن الواقع كان الحشد هو أول المساهمين ميدانيا. ليس من باب المقارنة، لأنه بصراحة لا تصح المقارنة لا من قريب ولا من بعيد، ولكن لازلنا نتحدث عن مواقف الرجال ومواقف الأنذال. أحسنتم، يعني من الصعب اليوم إذا قارنا بين الحشد وبين الكيان الصهيوني، فهذا أمر مؤلم جدا، كما أنك تريد أن تقارن ذبابة مع جبل. اليوم الحشد الشعبي عندما أثبت للعالم أجمع بأنه هو حشد انطلق
منطلقا شيعيا ولكن امتداداته أصبحت كل أطياف الشعب العراقي، لا يقتصر فقط على فئة معينة. عندما وقعت موصل وصلاح الدين تحت أسر الدواعش لم تكن الاستغاثة من جهة شيعية، لم تكن هذه المناطق شيعية حتى يهب الحشد الشيعي ويتجهون إلى أخوتهم ويرخصون دماءهم لكي يخرجوا أبناء جلدتهم وأبناء بلدتهم من براثن داعش، لم يفكروا بهذه الكيفيات. ولله الحمد اليوم الحشد فيه امتدادات كثيرة من كل الفصائل ومن كل أطياف الشعب العراقي ومن كل القوميات ومن كل التوجهات التي فيها الصبغة الوطنية. كشفت للعالم المواقف بأن الحشد هو حشد إنساني قبل أن يكون حشدا مقاتلا. هو عندما فزع يعني وانتخى وتوجه لإنقاذ أهلهم في الموصل من براثن داعش كانت هي العامل الإنساني، يعني لا نقول فقط الفتوى، هي كانت العامل الإنساني والدافع الإخلاقي دفعهم، ولكن لم تقتصر عملهم فقط عند هذه النقطة فحسب، بل امتدت إلى أمور كثيرة. أيام كورونا تعلمون وكيف كان انتشار كورونا وانغلاق الطرق، كيف كانوا يوصلون المساعدات إلى العوائل المحتاجة، كيف كانوا يعفرون الطرقات عن طريق المرشات، كيف كانوا يوزعون الكمامات على المواطنين وبوسترات وغيرها ويبلغون المواطنين عبر مكبرات الصوت وخاصة عن طريق مديرية الإعلام وغيرها من المديريات الدعم اللوجستي وغيرهم، كانوا يوضحون مدى يعني مشكلة الكورونا، انتقلوا إلى موسم الأمطار وكيف أنهم فتحوا الأماكن المغلقة، انتقلوا إلى المواسم الجفاف وكيف كانوا يساعدون إيصال الماء إلى العوائل المحتاجة، وآخرها كانت عملية تبليط الشوارع التي تطورت وأصبحت إلى تبليط من الشوارع العامة الرئيسية إلى تبليط وتعبيد الطرق في داخل المناطق وإلى غيرها، قبل أن ينطلقوا إلى سوريا ويقولون للسوريين ها نحن الحشد، نحن ليس فقط امتدادنا عراقيين بل امتدادنا امتداد إنساني يكون مترامي الأطراف باعتبار أن الإنسانية لن تتقسم ولا يمكن تجزئة الإنسانية. وحتى الحشد الشعبي قالها بنص العبارة أن لو تركيا سمحت لتوجهنا إلى تركيا أيضا لإنقاذ العالقين هناك ومساعدة المحتاجين منهم. في الأثناء اسمح لي أستاذ صباح أن أرحب بالسيد أنس الشامي الباحث بالشأن السوري، حياك الله أستاذ أنس. نتحدث مع ضيف الكريم أستاذ صباح زنقنة حول ما حدث في الكنيسة الإسرائيلي من منع إحدى العضوات العربيات من تقديم مجرد التعزية للشعب السوري وللشعب التركي وتعزية في ضحايا الزلزال. هنا نتحدث بأنه كثيرا من حاخامات إسرائيل وصفت ما حل بتركيا وسوريا بأنه عدالة إلهية تحققت بعد طول انتظار. هذا المبدأ الذي تتعامل به إسرائيل في أي خانة إنسانية نضعه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءك أخي الكريم والإخوة المشاهدين. بداية دعني أوضح صورة قد تراءت للبعض تسقط المقارنة ما بين الحشد الشعبي وما بين الكيان الغاصب. هذا لا يمكن أولا أن نجعل هناك مقارنات، فأنا أرفض كليا هذه المقارنة. ثم دعني أؤكد لك قول الحق عز وجل: إنما هذه أمتكم أمة واحدة. هذه الأمة التي ننتمي إليها نحن جميعا هي التي نفتخر ونعتز بها. وكما ذكرت وأكرر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاضدهم كمثل الجسد الواحد، إذا تداعى له منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. هذه الأمة هي جسم واحد، وإن اختلفت قومياتنا وجغرافياتنا لكننا نستشعر أننا أمة واحدة، وليس الشيعة فحسب أو السنة فحسب، بل حتى أهل الذمة من أبناء هذه الأمة هم إخواننا، وعلينا أن نتكاتف في حين لا سمح الله وقوع الكوارث والحروب. فهذا الأمر ليس بجديد وليس بغريب على الإخوة العراقيين، ولا سيما في الحشد الشعبي الذين رأيناهم قد شمروا عن سواعدهم وانطلقوا إلى إخوانهم في سوريا لمد يد العون. هذا الجانب هو جانب ديني فرضه الله علينا، لأن هذه الأخوة التي بيننا قد عقدها الله من سابع سماء في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. فهذا التعاضد هو أمر طبيعي من قبل إخواننا في العراق، وكذلك من قبل السوريين اتجاه إخوانهم في العراق، وهكذا اتجاه باقي أبناء هذه الأمة.
أما بالنسبة للكيان الغاصب الإسرائيلي ليس هناك أدل من على أنهم غير إنسانيين. يا أخي الكريم، هؤلاء هم مغتصبون، جاءوا أرضنا واغتصبوها وطردوا أهلها منذ أمد بعيد، وبالتالي كيف لنا أن نبرهن على عدم إنسانيتهم؟ هم يبرهنون عن أنفسهم. فهذا التصرف الذي نراه منهم وهذا الإجراء هو أمر طبيعي، ونحن لن ننسى أبدا الأطفال الذين تقتلهم إسرائيل والنسوة التي يقتلهم إسرائيل، عدا عن المقاومين الذين يواجهون هذا الكيان الغاصب. نحن كأمة مفروض علينا أن نعتصم بحبل الله وأن نواجه هذا العدو بكل ما أوتينا من قوة، ليس على السوريين أو العراقيين فحسب، بل على كل مسلم عربي عليه أن يتعاضد مع إخوانه في مواجهة هذا الكيان الغاصب. طيب أستاذ صباح، نتحدث أيضا عن المواقف البطولية اللي امتاز بها الحشد الشعبي، بصراحة بأنه هذه المواقف هي بحاجة بأن تدرس. هذا الامتداد والعمق عربيا إسلاميا إنسانيا كما وصفته، بصراحة ينم عن أن هنالك تعاطف وتعاطي إنساني على أعلى مستوى في هذه الكوارث الإنسانية، فضلا عما حدث سابقا من كوارث احتلال وإرادة لتسقيط النظام وغيرها من هذه الصفحات، كانت مخططات أمريكية مخططات إسرائيلية وأسقطها الحشد الشعبي، والآن هو يتعرض لموجات كثيرة بناء على لعلها يعني ارتدادات أو موجات ارتدادية لما كانت له من مواقف مشرفة مع الجوار. يعني لا شك، تحية لضيفك طبعا، لا شك اليوم أن الحشد الشعبي عندما يضرب الرقم القياسي في الأخلاق والإنسانية هو لم يأتي بشيء جديد، هو جاء بامتداد المحمدي عندما وصف الله سبحانه وتعالى الرسول الأعظم ونحن في ذكرى ليلة المبعث الشريف عندما قال وإنك لعلى خلق عظيم. هذا الإنسان العظيم الذي امتدت يعني دينه الإسلامي والدين السماوي إلى أبعد أصقاع الأرض، كان انطلق بكونه هو دين الرحمة. صحيح قد هو يتعامل مع بعض الناس الذين لا يعني يقفون أمام الدين ويقفون أمام الإسلام والإنسان، يتعامل معهم بقوة السيف لأنهم هم يريدون بهكذا تصرف، لكن الطرف الآخر وقف معهم بصفة الرحمة. اليوم هذه الرحمة هي المنطلق التي تجعل الإنسان هو يضحي بالغالي والنفيس. الأب عندما شاهدنا لقطات من الزلازل التي حصلت في سوريا وفي تركيا، كيف أن الأخت الكبيرة تحتضن أختها الصغيرة، هي ميتة والطفلة الصغيرة تحت يدها جيدة، لأنها وضعت بوضع على يعني وقفت أو مسكتها بوضع لكي لا تموت أختها الصغيرة. ما حصل في سوريا وتركيا كلها، بمعنى أن هذه في أصعب الظروف هي وظفت الرحمة، وتوظيف الرحمة كان أعلى درجات الرحمة، أنها تضحي بروحها من أجل أختها. وهكذا شاهدنا آباء مع أطفالهم وغيرها من الأمور، باعتبار أنه المقياس الأساسي للمسلم الصحيح هي هو الرحمة. لذلك عندما ينطلق الحج الشعبي من هذا المنطلق، جعل الأمور الأخرى وراء ظهر الهويات الثانوية والهويات الفرعية كالهوية القومية والهوية المذهبية والهويات، جعل الإنسانية من منطلق وأنك لعلى خلق عظيم أو وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. اليوم عندما يضرب الحشد الشعبي هذا المثل بكل صنوفه وكل تشكيلاته أمام العالم، إنما يريد أن يعكس صورة أخرى إلى الحمقى من الذين وظفوا كل الإمكانيات الإعلامية وجعلوا الحشد الشعبي بأنه مجرم وقاتل وسفاح وغيرها من هذه الأمور، لكي يقول لهم انظروا بأعينكم وأقول حسنا فعل صناع المحتوى العالي الراقي الذين ذهبوا إلى سوريا، أو السوريون أو صناع المحتوى السوريين الذين ذهبوا إلى هناك وكشفوا هذه الحقيقة هم بأنفسهم إلى العالم، ليقولوا للعالم بعيدا عن إعلامكم المزيف وبعيدا عن إعلامكم المضلل، هذا الإعلام الذي نحن ننقلها إليكم بالصورة الحقيقية، لتكتشفوا أن هذا الحشد وجوده بين الناس عيد، وكما كتبت في تغريدة بأن الحشد مع الناس عيد. اليوم الحشد مع أبنائه في سوريا أصبح بمثابة العيد، لأنهم استشعروا بالمنقذ الذي كانوا ينتظرونه في أول لحظات وقوع الزلزال.
طيب لازلنا نقارن أستاذ أنس بهذه المواقف، مواقف الرجال ومواقف الأنذال، ونميز بين الحق وبين الباطل. الحشد تخطط إنسانية الحدود الجغرافية كما أشرت حضرتك، ويعني اعترضت على المقارنة ومشكور جدا على هذه الالتفاتة. الحشد ما تعامل بتمايز، ولكن المجتمع الدولي لغاية الآن يتعامل بانتقائية بجرعات الاهتمام. وهنا لا نميز بين الكارثة في سوريا وتركيا، لكن المجتمع الدولي بطريقة أو بأخرى ميز بين الدولتين. يا سيدي، هذا شأنه منذ زمن بعيد وأمن طويل. هؤلاء دائما يزينون الأمور بمكيالين واضحين للبعيد القاسي والداني. أمريكا ومن دار في فلكها الشيطان الأكبر بين مزدوجين، هي حقيقة تتعامل مع الشعوب بحسب ضعفها وقوتها. اليوم عندما تجد مجتمعا متفككا وضعيف تزيد من تفرقه وتعمل على استعباده. ونحن نعلم أن قيد العبيد من الخنوع وليس من زرد الحديد، فلذلك نجد في منطقتنا هذه في سوريا، في العراق، في لبنان، مقاومة حقيقية رفضت الذل ورفضت الانكسار والرضوخ لهذه الهيمنة الإمبريالية من قبل أمريكا وحلفائها. من أجل ذلك كنا نواجه رصاصهم ونواجه قنابلهم ونواجه طائراتهم بأجسادنا، بأجساد المقاومين، بالأحرار، لأن هذه عقيدتنا. نحن ندرك تمام الإدراك من قول الحق عز وجل: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يبدوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا هو مبتغاهم، لكننا ثابتون بإذن الله في وجه هذه الغطرسة الأمريكية، في وجه الإمبريالية. نحن اليوم كمقاومين في شعوب هذه المنطقة، سواء في العراق أو في لبنان أو في سوريا، حتى في البلدان الإسلامية، لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أمريكا وإسرائيل ومن دار في فلكهم. أخي الكريم، هذه الازدواجية في المعايير لدى الإدارة الأمريكية ولدى الغرب، هذا أمر ليس بجديد، هذا منذ أمد بعيد. هم يسعون دائما إلى تفكيك وحدتنا، هم يسعون دائما إلى تمزيق الممزق، هم يسعون دائما إلى اتفاقيات جديدة لتقسيم المنطقة. فما الحرب التي جرت في العراق، ولا الحرب التي جرت في سوريا، ولا الحرب التي تجري الآن في اليمن، إلا ضمن مشروعهم هم. هم اليوم يواجهون كل من يفكر في الوحدة الوطنية، كل من يفكر في مواجهتهم، هم يعملون على تفكيكهم. نعم. ويتهموننا بأننا وحشيون وبأننا قتلة وبأننا إرهابيون، لكننا ندرك تمام الإدراك يوما بعد يوم أن هذا الجيل، هؤلاء النابتة الذين اليوم يلدون في أرض الشام، في أرض العراق، في أرض لبنان، في أرض فلسطين، في أرض اليمن، هم أحرار هؤلاء بإذن الله، الذين سيقلبون عليهم كل معاييرهم من أجل أن نكون أمة واحدة نقف في وجه هذه الغطرسة الإمبريالية. طيب، يعني يتحدث ضيف الكريم أستاذ صباح عن هذه الازدواجية في المعايير. بطبيعة الحال أن هنالك محور مقاومة يشير إليه الأستاذ أنس الشامي، وهنالك تجار حروب إن كانوا يتعاملون في الحروب بهذه التجارة. في الكوارث والأزمات لماذا يتم التعامل أيضا بنفس هذه الفكرة، يوظفون حتى الأزمات والكوارث الطبيعية يوظفوها لصالحهم، ويميزون بين هذا محور مقاومة لا يستحق المساعدة وهذا من ضمن تحالفهم وتقدم له المساعدات؟ كما يقال: وعند الشدائد تعرف الأخوان، وعند الزلازل تعرف الجيران. اليوم عند الزلازل عرف الجار، وعرف الإنسان العار الذي ينظر إلى كيف يتاجر بهذه الكوارث، وكيف أنه يفكر بأنه من خلال هذه الكوارث أن يصنع من نفسه قوة طاغية على المشهد السياسي وعلى الشعب، ويأتي بعبارات رنانة وأمام ناس وغير اللي يقول بأننا نحن نفتخر أننا لا نعطي المساعدات إلى سوريا، ونقسم ونقول ممكن أن نصل إلى تركيا وممكن ولا نصل إلى سوريا. هذا دليل على أنه كل ما كانوا يتبجحون به من مشاعر
الآكل وأن الحكومة السورية تضرب المواطنين وأن الحكومة السورية كيت وكيت. اليوم اكتشفت هذه الأقنعة واكتشفت هذه الأكذوبة بأنهم هم من يريدون أن يقتلوا الشعب السوري بهذه الكيفية. وإلا إذا كنتم حقا أنتم تتعاملون بشرف الخصومة، لماذا لا تأتوا وتمدون أيديكم بدل المتاجرة، وتمدون أيديكم لإنقاذ هذه الناس؟ إذا لم تكونوا تنقذوا الناس فأكرمونا بسكوتكم على الأقل، على الأقل أنكم لا تنغصوا معيشة المواطن وتقولون بكلام كما فعل الإسرائيليون عندما منعوا حتى عبارة تقديم التعامل. بالتالي هؤلاء هم ليس فقط يصنعون الحروب بل يتاجرون في الحروب، بل يتاجرون حتى في دماء صغار الأطفال. ونحن نعلم بأن هؤلاء الصغار لديهم دعوة صامتة مستجابة عند الله، وعند الله تجتمع الخصوم. أشكرك شكرا جزيلا أستاذ صباح زنقان رئيس مركز اتحاد الخبراء الاستراتيجيين أثرية الحوار ضيفا كريما في الاستوديو، وشكر كثير لحضرتك الأستاذ أنس الشامي الباحث في الشأن السوري حدثتنا عبر سكايب من سوريا. شكرا جزيلا لك مرة أخرى. نتواصل وإياكم مشاهدي الأحبة بعد الفاصل نتابع. إنجازات ومهام نفذت لتسجلها الأقلام وترسخ في سجل الأيام، تبدأ بخطوات طي صفحة الفساد. المرحلة الحالية مرحلة تنفيذ توثيق لإصلاح الواقع اللي أوشك على الانهيار قبل انتشاله من متاهات الخراب ووضع على سكة الصواب. 100 يوم تمت فيها إنجازات وإصلاحات وعولجت بها بعض القطاعات المهملة سابقا. خلونا مشاهدي الأحبة نفتح هذا الملف ونناقشه مع ضيوفنا الكرام، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. منذ الوهلة الأولى لبدء حكومة الخدمات مهامها الحكومية المناطة لها بما ينسجم مع مسؤولياتها، بدأت بتنفيذ ما وعدت به من إصلاحات للعديد من القطاعات والملفات التي ركنت على رفوف الفساد والإهمال. يرى المتابعون أن الحكومة الحالية بسقف زمني قصير لم يتعدى 100 يوم أثبتت على أرض الواقع الإصلاحات التي تعهدت بها وتغييرات في المنظومة السياسية. أن كل قرارات تصب في مصلحة المواطن هي إنجاز حكومي، وهذا الإنجاز يجير إلى رئيس الوزراء. حقيقة كثير من الإنجازات ومنها محاربة الفساد، نحن نعرف كثير من التراكمات الموجودة والأزمات وهي نتيجة حكومات سابقة، ولكن السوداني خلال 100 يوما قدم الكثير وهذا يحسب له. تصاعد الحديث عن خطوات حكومة الخدمات في الشارع العراقي وما تم إنجازه خلال المدة القصيرة بعدما لامست تطلعاته وما يرومه من تنفيذ الوعود فيما يخص الإصلاحات الأساسية في عموم ملفات الدولة، فعلى إثر ما تم تداوله من إشادة تكسب الحكومة بأدائها ثقة الشارع ويتوسم بها خيرا. تبنت علينا حكومات وترادفت عليها حكومات، ولكن لا ما قدمت قد ما قدمت هذه الحكومة من خلال 3 أشهر، وعمر الحكومة 3 أشهر وإنجازاتها عظيمة. هناك خلال 100 يوم التي قضت منها حكومة السوداني إنجازات صراحة على أرض الواقع. نطلب من السيد رئيس الوزراء إنجازات أكثر، نطلب من السيد رئيس الوزراء خطوات أكثر بمحاربة الفساد الإداري والمالي، وأنا أشوف أنه أكو على أرض الواقع أكو إنجازات بهالنوع، أكو محاربة للفساد. يعني الرجل أشوفه جاد بشكل كبير لمحاربة الفساد الإداري المستشري سابقا قبل حكومته والحكومات السابقة. فالمهمة لم تكن سهلة، تصفير الفساد وملاحقة العابثين بمقدرات الدولة خصص لها الكثير من الجهود المتضافرة والوقت لاجتثاث جذوره من العملية السياسية. فدون أي خطوط حمراء فتحت ملفات الفساد بتشكيل هيئة عليا، وكذلك تنفيذ الإجراءات الجادة التي تمت لمنع تسرب أموال الدولة تمثلت بإنشاء حساب الخزينة الموحد وما لحقها الكثير من الخطوات الصائبة وفق ما وصفه المراقبون. نهى الشمري، الأيام الفضائية. مجددا حياكم الله مشاهدي الأحبة في هذا الملف. أرحب بضيفي الكريم الدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا صباح الخير. وكذلك أرحب بالأستاذ سعيد ياسين الخبير في مجال مكافحة الفساد. أهلا بك أستاذ سعيد. أهلا مرحبا. نتحدث دكتور أسامة عن خطوات
حكومية لمكافحة الفساد، كانت نوعية في تشكيل لجان هيئات من المؤشرات الأولية لحراكها خلال المئة يوم. كيف تقيم هذه الإنجازات ومدى فاعليتها؟ شكرا جزيلا تعال حضرتك والاستاذ سعيد ومشاهدي قناة الأيام. حياكم. يعني أولا احنا دائما في العمل يعني خلينا نسميه المنهجي أو الإداري، أول مؤشر أو أول نقطة هو موضوع التشخيص، أنه هل الإدارة العليا لديها رؤية أو أنها قد شخصت مكامن الخلل ووضعت الحلول المناسبة لهذه الاختلالات. النقطة اللي تميز السيد رئيس الوزراء أنه هو منذ اليوم الأول هو كان لديه رؤية مسبقة لمكامن الخلل ومشخص تشخيص حقيقي لكل مفصل من مفاصل إدارة الدولة، وبالتالي وضع الحلول كان جاهز سواء كان من خلال المنهاج الوزاري اللي كان موجود أو من خلال الإجراءات المباشرة اللي يمتلكها وفق الصلاحيات لرئيس الوزراء. طبعا ما ممكن احنا يعني بصراحة بمئة يوم أن نعطي تقييم يعني شامل أو كامل عن أنه الحكومة نجحت أو أخفقت أو لم تنجح وش قد نسبة نجاحها، لكن وفق المعطيات أنه هناك مقدمات صحيحة تبشر بنتائج إيجابية. هذه المقدمات الصحيحة تتعلق كما أسفت بالتشخيص، تتعلق بالمعالجات، تتعلق بالإجراءات، تتعلق بالمتابعة. يعني هذه هي كل مراحل يعني البروسيس الإداري أو الدورة الإدارية، هي هاي الدورة الإدارية، أنه أنت عندك تشخيص، عندك علاج، عندك تطبيق إجراءات، عندك متابعة لما تم تطبيقه وبالتالي تقويمه. طبعا رئيس الوزراء استهدف مفاصل بعينها، بما معناه هاي المفاصل اللي حتى يشعر المواطن أنه هو أكو فرق، أكو تغيير. هاي المفاصل تتعلق مثلا بموضوع الطاقة، يعني شفنا أنه راح وقع ويا شركة سيمنز، وقبل أيام وقع ويا جنرال إلكتريك، ريد مثلا قبل الصيف يريد يوصل للنتيجة بالكهرباء، وما نقول انه حل مطلق خلال هذه السنه، لكن على الاقل نوصل الى نسبه انتاج بمقابل الـ 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 يعني الصرف او الاستهلاك. استهدف موضوع التعيينات، هذا الصداع المزمن اللي كان يأرق يعني حمله الشهادات العليا من 2014 او يعني اذا اكون دقيق من 2012 لم تتم اي عمليه تعيين بالدوله العراقيه لحمله الشهادات العليا، واذا كان اكو تعيينات فهي محدوده جدا يعني نزر يسير. وكان هذا الصداع او المرض المزمن في كل وزاره، في امام وزاره التعليم العالي اعتصامات، امام مكاتب يعني الحكومه. وبالاضافه الى ذلك دكتور لو سمحت لي، يعني تتحدث عن هذه المنظومه، استاذ سعيد جد ترحابي بحضرتك، يعني التشخيص، الاجراءات، المعالجات، التقييم، هذه المنظومه الاداريه في مكافحه الفساد تقترن باجراءات محاربه الفساد كمنظومه، مفسدين صغار، مفسدين كبار، اجراءات يعني جريئه، سريعه، شجاعة، شملت الصغار والكبار من الموظفين. كيف تنظر إلى هذه العمليات اللي أحدثت كبح جماح للعديد من غيلان الفساد في هذه الفترة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم دكتور أحمد ودكتور أسامة والجمهور الكريم، حياكم. الحقيقة سبقني جناب دكتور أسامة بأن هنالك مراجعة وتقييم وتشخيص. احنا في مجال ملف تعزيز النزاهه ومكافحه الفساد اكو عده معايير نقدر نبني عليها مؤشرات. ابتداء تبني البرنامج الحكومي لعمليه مكافحه الفساد واسترداد الاموال. الخطوه الثانيه عند ما تم تشكيل فريق في داخل هيئه النزاهه او هيئه فرعيه لمراجعه القضايا وجردها، ومن ثم الملاحقة والملاحظ في أداء هيئة النزاهة، بأن الآن هذا اليوم قبل سنة ما كانت موجودة، بأن من يرد عليه يعني ترد عليه أي معلومة رأسا يكون يحاسب، لا يحتاج إلى قرار لجهة عليا. هذا مؤشر مهم، هذا جانب. الجانب الآخر تشكيل الحكومة لفريق أمني ساند، لفريق ساند لأجل إنفاذ القانون. الآن هذه الصورة اكتملت، بعدها جت مرحلة التعاون الدولي، وهذا مهم جدا طبعا من أجل استرداد الأموال، وهذا أيضا هذا المؤشر
يعني يبشر بخير، مع أنه يحتاج الكثير من العمل من قبل وزارة الخارجية، وزارة العدل، هيئة النزاهة، الشرطة الدولية والقضاء العراقي الموقر. المؤشر الرابع، اجتماع رئيس مجلس الوزراء مع لجنة النزاهة النيابية، بمعنى إدماج مجلس النواب في توفير الجو القانوني أو التشريعات الملائمة لعملية تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. احنا هذه الأركان عندنا كملت، بقى الإعلان. الإعلام هذا ما نشوفه اليوم هسه هذه اللحظة بأنه أكو إبلاغ للجمهور، نحتاج إلى أطر. هذه العملية أو لحد الآن وصلنا إلى الفريق أو الخطة المتكاملة، فيها تعدد أدوار وفيها تكامل للأدوار. احنا قد يعني كخبراء نحكي مفردات، ولكن على الأرض لا أحد يكون بعيد عن المساءلة. نقطة راس سطر. طيب الجانب الآخر، الحقيقة الحكومة تحتاج، السلطة التنفيذية تحتاج إلى عدة تشريعات، وكذلك السلطة القضائية كطرف في عملية سيادة القانون وإقامة العدل، وعلى الحكومة إنفاذ القانون. البيئة التشريعية اللي نحتاجها يعني تشريع قانون عقوبات جديد، وموجودة المسودة في أدراج مجلس النواب، تشريع قانون استرداد الأموال وأيضا موجودة، تعديل قانون هيئة النزاهة، وشخصيا يعني أقترح أن يكون السؤال من أين لك هذا ليس فقط يعني كسؤال فضفاض، لا يكون سؤال محدد. الجانب الآخر من أجل الإفصاح عن المعلومات هو تشريع قانون حق الإطلاع على المعلومات. عندنا مشكلة في إدارة الموازنة، الإدارة المالية للموازنة وتوزيع الموارد، نحتاج إلى قانون العقود الحكومية لتكون وفق المعايير الدولية وتلحق يلحق بهذا القانون جدول للأسعار التخمينية، لأن هنالك مؤشرات لتضخم الأسعار، وإحنا دا نتحدث عن حوالي ثلث الموازنة المالية في كل سنة. جانب الثاني حقيقة وهذا مهم جدا، أتمنى على الحكومة تتبنى هذا الموضوع. هي مسألة نعم أستاذ سعيد إذا تسمح لي دكتور أسامة، تفضل أستاذ سعيد عن خبرة عملية بهذا المجال وخبرة ميدانية بإنشاء هكذا منظومة، ولكن حضرتك نستفيد من خبرتك اللي أشرت بها قبل قليل بأنه مسألة العلاقات الدولية، يعني السوداني لما يربط ملفات العلاقات الخارجية في زيارته أو زيارات المتعددة بهذه الإجراءات اللي تمنع الحلقات الزائدة، يكون هنالك اتفاقا مباشر، مذكرات تفاهم أو إجراءات اتفاقات بين أو اتفاقيات بين الطرفين، هذا الموضوع ما راح يحد من منظومة الفساد بالإضافة إلى تحقيق الإنجاز بشكل أسرع؟ اللي تفضل به أستاذ سعيد هو طبعا كلام سليم جدا ودقيق جدا، لكن الكل يعرف وهو جنابه أكيد على دراية أنه هذا يحتاج وقت، يعني موضوع مكافحة الفساد يحتاج لوقت يعني ليس بالقصير. أولا مراجعة الملفات القديمة اللي تفضل بها، زائدا الملفات الجديدة المستحدثة. لذلك فكرة رئيس الوزراء تلخصت هي بأن يكون هناك صندوق، هذا الصندوق اللي هو مدرج ضمن موازنة 2023 واللي تحدث به تقريبا في زيارته إلى ألمانيا قبل التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية. هذا الصندوق هو راح يكون يعني اشبه بالعمليه التنفيذ المباشر، راح تكون باموال راح الشركات تنفذ، راح يكون ارتباطها برئيس الوزراء، راح تكون عمليه استلام وتسليم مباشره ومتابعه من رئيس الوزراء دون المرور بكل الحلقات والدوامات والروتين وال خلينا نسميها العمولات والكوميشنات وغيرها اللي ممكن تخضع لها الشركه. وبالتالي احنا عشنا مرحله ان هروب الاستثمار سواء كان الأجنبي أو الوطني قام ما يجي، يعني يقول لك أنا أخلص المشروع وما حد يعطيني فلوس، يخلص المشروع وفلوسه موجودة يقولوا له الصك ما وقع الكياج قلت تعطينا عليه. وهذا الشركات دائما يعني أصحاب الشركات يشكون من هذا الموضوع. لذلك رئيس الوزراء إذا نتذكر في مؤتمر الصحفي سواء كان قبل يسافر إلى ألمانيا أو بنوصل إلى ألمانيا
قالهم للشركات انه انتم اموالكم موجوده وراح تستلم مباشره بعد ان وفق مراحل انجاز محدده، ما راح تكون الى حلقات والى دوامات والى لجان، وبالتالي يضيع الـ يعني يضيع الانجاز وماكو اي تقدم. نعم. احنا دوله، يعني دوله في نظامنا نظام اشتراكي بيروقراطي يعتمد على تدخل الدوله في كل مفاصلها. اتحدث عن جذر الدوله العراقيه خمسينات ستينات سبعينات. نعم. الى حد عام 2003 عمليه التحول انه نتحول الى دوله تكون وظيفتها الرقابه والمتابعه، وتكون دوله كمؤسسات محايده لا تتدخل ولا ان تشارك الشركات والمواطنين فيما يتحقق من مكاسب، هذه ثقافه راد لها وقت، خاصه ونحن هسه دا نتحدث عن انه اكو تضخم في الكادر الوظيفي، طبعا الحكومه ما عندها بديل. اليوم لو تسالني تقول لي اذا تتحدث عن ترهل او تضخم بالكادر الوظيفي، لعد ليش تعين؟ ما هو شنو البديل؟ احنا لا ما لحد الان ما انفتحنا على كامل العالم وجدت الشركات وصار عندنا سوق عمل، ولا احنا كيفنا جامعاتنا وتخصصاتنا على سوق العمل. احنا تخصصاتنا الان موجوده بالجامعات، هي تخصصات مستحدثه ومفتوحه من الستينات والسبعينات، من كان التعيين مركزي، ومن كان نفوس العراق ما يتجاوز العشر ملايين، وكان ياهل يتخرج يطوى امر تعيين ابيده ويروح يتعين. طيب الان احنا نفوسنا راح تتجاوز ال 40 مليون، ومؤسساتنا معروفه ومحدوده، بالتالي انت الان تتخرج باعداد تخصصات انت ما محتاجها. اعاده عمليه تكييف الاختصاصات، طبعا هذا ايضا من برنامج رئيس الوزراء. نعم. انه انت تخصصك خلينا نقول باختصاص معين، تجي شركه تريد باختصاص ما، يدخلوك دوره من 6 أشهر الى سنه يكيفون اختصاصك حتى تكون عندك مهاره في عمليه تنفيذ هذا الاختصاص. ما معناه انه الشهاده اللي تحصلها انت ما راح تشتغل بيها. الشهاده للتثقيف بس مو للتعيين. وهذا هو الفارق اللي يحاول رئيس الوزراء في برنامج الوزاري انه يحققه. نعم. طيب استاذ سعيد، يعني هذه المسائل، نتحدث عن الفساد في العراق بانه اصبح هو عمليه معقده، تاره يحدث بغطاء سياسي، وتاره اخرى يكون باتفاق تحايل على القانون. بالنتيجه كيف من الممكن ان تتم رسم صوره ومسار جديد في مواجهه هذه الافه؟ نعم. الحقيقة الموضوع بسيط جدا ابتداء يعني وسهل، وهيكليته موجودة، اعتماد هيكلية نظام النزاهة الوطني. احنا وهذا الموضوع بيه تعدد ادوار وتكامل للادوار، ولكن هذه الهيكلية كسلطة تنفيذية تشريعية قضائية جهات رقابية اعلام مجتمع مدني جاء مؤسسات دينية تعاون دولي قطاع خاص وما شابه، هذه تبنى على 3 أسس 3 مرتكزات. هذه الهيكلية هي القيم المجتمعية، الوعي العام، والإرادة السياسية. هذه حتى توصلنا إلى حقوق الإنسان والتنمية المستدامة وجودة الحكم الرشيد بعد ما يكون هذا التكامل والتعدد في الأدوار. طيب. وهذه ما تصير إلا وفق آليات، ابتداء سيادة القانون وأنفاذ القانون على الجميع بلا محاباة وبلا تفرقة بين الناس. نعم. الأمير والغفير الكل تحت سيادة القانون. طيب. وهذا احنا مرات نحكي نقول فقط مكافحة فساد، وانت جنابك دكتورة رقابي يعني وميداني أيضا، احنا عندنا دا نشتغل فقط ملاحقة، اما عمليات الوقاية اجراءات الوقاية لازلنا حقيقة عندنا نحتاج الى ان تستكمل هذه الاجراءات. وايضا برعنا في مسألة نشر ثقافة الشفافية والنزاهة. احسنت. على مسألة النشر احنا بارعين بها، ولكن دكتور اسامة نتحدث عن ضرورة اشراك المجتمع الدولي في الاستفادة من خبراته والتعاقد مع شركات رصينة كما حدثت في حكومة السوداني. يعني اليوم شيء بشيء يذكر، كان يعني على هامش أعمال مؤتمر ميونخ يعني للأمن والسلام المنعقد في ألمانيا، اللي هو كان فسحة حقيقة ويعني نافذة مهمة للدبلوماسية العراقية، ورئيس الوزراء السيد محمد الشياع السوداني أن يفصح عن نفسه وأن يفصح عن حكومته وتوجهاتها. وكان أكو لقاء مهم يمكن أشارت لحضرتك
أستاذ سعيد ما يتعلق باللقاء برئيس منظمة الانتربول، هذا اللقاء جدا مهم، ورئيس الوزراء كانت إشارته يعني مباشرة عندما ذكر ضرورة يعني أنه هذا الانتربول هو عبارة عن منظومة الغاية منه هو نقل يعني مذكرات القبض والمذكرات القانونية والقضائية للدول إلى كل العالم بحسب أكو ألوان، كل مذكرة لها لون معين تدلل على نوعية الشخص المطلوب بالجرم اللي هو صادر بحقه أو القضاء الجريمة اللي صدر بحقه، أنه لازم مذكراتنا القضائية والقانونية تكون محط اعتبار واحترام من قبل العالم ومن قبل تحديدا الشرطة الجنائية الانتربول، وما تكون يعني تعامل بطريقة مهملة أو عدم احترام. هذه مسألة جدا مهمة، لأن احنا شفنا أنه اليوم مثل رئيس الوزراء راح للأردن جاب لنا فلوس مال اللي معبريهن أو مهبربيهن، راح للإمارات جاب لنا شخصية أيضا مطلوبة، ده هو ده يروح بنفسه ده يتابع يعني كل ملف بملفه حتى ده يضيق الخناق، لأن تدري حتى السراق من أنت يشعرون أن هم يعني محبوسين، ماكو فضاء لا إقليمي ولا دولي مرحب بهم، وأنه أموال اللي راح يحصلوها هي تحت النظر راح تكون مراقبة ومتابعة، وبالتالي تصادر وتعاد إلى الدولة العراقية، بالتالي حتقلل من الاحتمالية أنه أي واحد يفكر بعملية السرقة أو التحايل بهذه الطريقة. بالإضافة نعم دكتور عفوا إلى التساؤل الأكبر اللي كان منذ بداية تولي الحكومة، بداية المئة يوم، أن هنالك المبالغ المنهوبة والمسروقة والحادث بها فساد مالي لم تعرف لغاية الآن، والتعاقد مع شركة أجنبية لحصر هذه الأموال ومعرفة قيمتها ومن ثم طرق استردادها. الحديث ممتع وشيق مع حضرتكم الأستاذ سعيد ياسين الخبير في مجال مكافحة الفساد، شكرا جزيلا لحضورك معنا في الاستوديو، والدكتور أسامة السعيدي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين أثرت الحوار في هذا الملف. شكرا جزيلا لكم ضيوف الأكارم مرة أخرى، وشكري موصول لكم مشاهدي الأحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.